مرحبا، أنا عبد الرحمن من تيك فويس. اليوم معنا جهاز لايف مارك من شركة بلو، جهاز رخيص الثمن ومتوسط الإمكانيات، لكن اللي يميز الجهاز أنه فيه حساس بصمة. نبدأ بتصميم الجهاز. الجهاز مصنوع من البلاستيك بإطار من المعدن. في الجهة الأمامية كاميرا بقوة 5 ميجا بكسل وشاشة LCD بحجم 5 إنش وبجودة HD. الجهاز محمل بالأندرويد لولي بوب ومعالج رباعي النواة بقوة 1.3 جيجا هرتز و2 جيجا رام. الجانب الأيمن زر القفل وأزرار الصوت، وهنا في مشكلة بسيطة. لما أقفل الجهاز أحيان أضغط زر الصوت، وأحيان لما أبغى أزود الصوت أضغط زر القفل. المشكلة أنهم متشابهين في الملمس وقريبين من بعض. لو الصوت في جهة والقفل في جهة راح يكون أفضل. في الأعلى عندنا مدخل السماعة، في الأسفل مدخل مايكرو USB للشاحن. نجي للجهة الخلفية وهي الزبدة. في الخلف عندنا حساس البصمة والكاميرا. تسجيل البصمة في الجهاز كان صراحة سهل وبسيط، لكن فيها بعض المشاكل. البصمة تخليك تسجل أكثر من أصبع، هذا شيء جيد. أيضا بجانب الرد على المكالمات والتصوير في الكاميرا، لكن في بعض الأحيان تطول معي وما تقدر تتعرف على بصمتي، أو أنها تأخذ وقت أطول من ثانية تقريبا عشان تتعرف على بصمتي. تحت الغطاء بطارية بسعة 2300 ملي أمبير، واللي يميز الجهاز حقيقة أنه فيه ثلاث مداخل: مدخل ذاكرة مايكرو USB ومدخلين للشريحة. كاميرا الأساسية للجهاز 13 ميجا بكسل، وبجانبها فلاش أحادي. هذه بعض الصور في النهار، وفي صور ثانية في نفس المكان في الليل تعطيكم وتبين لكم إمكانيات الكاميرا. طبعا الجودة مقبولة مقارنة بالأجهزة الكثير المعروفة. لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة للمزيد من الفيديوهات التقنية. مع السلامة.